زي ما عودنا حضراتكم من اول رمضان بيكون معانا ملخصات الحلقات دايما يوم بيوم من مسلسلات ودراما رمضان. الحلقات ال 24 من المسلسلات الكوميديه والاجتماعيه في دراما رمضان كان فيها احداث كتير جدا. هنتكلم بقى على الكبير الجزء الثامن، كمان الحلقات التاسعه من مسلسلات ال 15 حلقه كمان اللي بدات زي مسلسل بقينا اتنين لشريف منير بدون سابق انذار لآسر ياسين. خلينا نتابع مع حضراتكم ملخص الحلقات ال 24 ونرجع على طول. الحلقات ال 24 وال 9 من المسلسلات الكوميديه والاجتماعيه شهدت احداث مشوقه. نبدا بمسلسل الكبير قوي اللي شهد حرص الكبير على ان حزلقوم يدرس يوميا لحد ما يستعد لمسابقه مين اللي هيكسب النصف مليون. كمان هجرس اخذ حزلقوم عنده لبيته لتدريبه على الاسئله على الكمبيوتر من لعبه من سيربح المليون، ولكن فشل حزلقوم في حل الاسئله كلها، ودخل الكبير على حزلقوم وهجرس ووضع خطه عشان ما يخسرش. حياتي بيتي كرنب زبادي، سيدي محمد قلبه جدادي، شالوا وحطوا كله عليدي، يا كتكوت روح السوق هات الجبنه من الصندوق واوعى تاكلها طاقه موت. شهدت الحلقه 24 من مسلسل امبراطوريه ميم العديد من الاحداث. بدات الحلقه بذهاب مختار ابو المجد او خالد النبوي هو واولاده لاجتماع السكان اللي لسه رافضين بيع منازلهم مقابل مبلغ كبير، وبتصالح ليلى عز العرب ابنها محمود وبيرجع للبيت بعد ما سابه بسبب رفضها لجوازه من مديحه او نشوى مصطفى. من ناحيه ثانيه قرر مختار ابو المجد الظهور في البرنامج مع كريم الدالي، واتفاجئ بوجود نادين مندوبه شركه يحيى شاكر للعقارات عشان تظهر معاه في الحلقه عشان يحرجوه على الهوا بعد الكشف عن تفاصيل حياته الشخصيه. ايه يا استاذ مختار، انت معانا ولا رحت فين؟ لا انا سامع حضرتك ومستغرب جدا. في الحلقه 24 من مسلسل صدفه جه في الحلقه ان بعد ما قابل عمر صدفه وحس انها فعلا اخته، طلب من والده فؤاد يقوم بعمل تحليل دي ان ايه لكنه رفض، ولما حكى لوالدته سلوى خطاب اكدت له انها مش اخته وان والده مش هيعمل دي ان ايه. وكشفت الحلقه ايضا مشاهد مثيره، طارق راح لصدفه ولما شافته سألته عن سبب الزيارة وإنه سبق وخد منها كل اللي عاوزه، وهي مش عاوزة تشوفه تاني لكنه أقنعها إنه جه علشان يساعدها زي ما ساعدته في رجوع حقه اللي سرقه عمه. تساعدني بقى في إيه إن شاء الله؟ أحللك مشكلتك اللي مع جلال. تعالى صدفة معايا وأنا أفهمك كل حاجة. في الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين بيقارن أدهم أو شريف منير بين مواقفه مع ندى، وبيفتكر مواقف ممثلة ليه مع ياسمين أو رانيا يوسف، وبتعترف ندى الأدهم بحبها ليه، وبتحاول ياسمين إقناع ريكو إن عاصم بيحبها ومش ممكن يخونها، لكن عاصم بيروح للفندق عند أدهم وبيطلب منه شقة أو شاليه يقعد فيه، وطلبت ياسمين من زين يطلعها من دماغه وبتقول له إنها مش محتاجة لحد وإنها قادرة على حل مشاكلها لوحدها، وهنا بيصر زين على إنه مش هيبعد عنها وإنه بيحبها حب حقيقي، فبتعترف إن أدهم هو حب حياتها وكانت سعيدة في حياتها معاه. بس هو اللي أنا حبيته يا زين، هو اللي أنا حبيته. شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة استخدام الدكتور إبراهيم حيلة لمساعدة مرضاه على النوم، لكن المريض بيدور بعد كده عن مساعدة من فراولة علشان يتم شفائه شفاء كامل، وبيحتفل شندويلي مع صديقته في الشغل بعيد ميلاده. ومن ناحية تانية بيحذر الشيخ علاء الدجال حجاج عبد العظيم بأن اللي بتعمله بنته فراولة من استخدام أحجار الطاقة الحيوية هيفتح عليها أبواب النار. ربنا يهديها، بحق جنب ربنا يهديها، ادعي لها يا مولانا. في الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار شهدت أحداث الحلقة تطورات جديدة، تطورات بتبدأ بعثور ابن عم مروان على الممرضة زينب، وفوراً بيروح الإسماعيلية علشان يتكلم معاها بخصوص تبديل ابنه أثناء الولادة، وبيحاول مروان التحدث مع زينب في الشارع غير إن عدد من الرجال بيتعرضوا له وبيفهموا إنه بيحاول معاكستها، وهنا قاموا بضربه وسحله في الشارع، وبيرجع مروان للقاهرة بدون ما يعرف أي جديد بخصوص قضية ابنه.